تقدم كبير في مسار المفاوضات تمكنت الجهود الدبلوماسية من تحقيقه على مستوى الحرب بين حزب الله وإسرائيل، لكنه حتى اللحظة غير كاف للتوصل إلى اتفاق يضمن حقن الدماء، بل قد يعيد عملية التفاوض إلى المربع الأول. نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات تدور حول جنسية الدول التي ستشارك في فريق مراقبة تطبيق الاتفاق إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فإسرائيل تفضل الدول الأوروبية في الوقت الذي يطالب فيه لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل. خلاف آخر بين أطراف الصراع يتمحور حول إصرار إسرائيل على إعطائها حرية الحركة في الجنوب اللبناني حال خرق الحزب الاتفاق، وهو ما أثار استهجان لبنان باعتباره انتهاكا لسيادته حال تم تطبيق هذا الطلب على الأرض. إلا أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا إحراز تقدم في هذه النقطة بالذات، في إشارة إلى تقديم تنازلات من الطرف اللبناني في مسألة حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان حال خرق الاتفاق. مواقف إسرائيلية مختلفة من إبرام اتفاق وقف النار مع لبنان، لكن المثير للدهشة اليوم هو موقف كل من وزراء اليمين المتطرف إيتمار بن غفير وبتليل سموتريتش، اللذان لا يعارضان التسوية السياسية مع لبنان، ما رآه محللون مؤشرا على الأثر الذي تركته الخسائر الإسرائيلية في الشارع والأروقة الدبلوماسية، بينما رآه آخرون أنه يعزى لنجاح نتنياهو في تقديم التسوية السياسية مع لبنان على أنها وقف لإطلاق النار، وقف طويل الأمد وليس نهاية الحرب الفعلية على الجبهة الجنوبية، وهو ما يفسر بشكل أو بآخر يفسر إصرار تل أبيب على مطلب حرية الحركة في الجنوب. إذن النقاش حول هذا الموضوع، نرحب الآن بضيفنا مباشرة من بيروت، نرحب بالعميد وهبي قطيشة النائب السابق والقيادي في حزب القوات اللبنانية، أهلا بك معنا في المشهد الليلة. إذن ما يصدر إلى الآن من تسريبات ومن مواقف حول المفاوضات التي يتوسط فيها هوكسين إلى الآن، ما تعليقك عليها؟ لا يمكن البناء على التسريبات سواء كانت سياسية أو إعلامية أو صحفية، خاصة لأن الاتفاق لم يتوصل إلى الفريقين إلى إنجاز اتفاق نهائي، والمشكلة في التفاصيل خاصة بكيفية تنفيذ هذا الاتفاق، كيفية تنفيذه على الأرض، كيفية قمع المخالفات سواء كان في الداخل اللبناني أو في الداخل الإسرائيلي. لذلك الطريقة التي ستعالج فيها قمع هذه المخالفات أو القضاء على هذه المخالفات هو جوهر الخلاف بين المفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي، لأن المفاوض اللبناني يعتبر أن في ذلك تعدي على السيادة اللبنانية سواء كان في تدخل عسكري إسرائيلي أو في عمل اللجنة بحد ذاتها، لجنة الرقابة على تنفيذ هذا الاتفاق على جانبي الحدود. يعني ربما هل تتفق مع من يقول أن الاتفاق الذي يمكن أن يتم الوصول إليه هنا في هذه المرحلة يمكن أن يكون هدنة أهشة بالتالي؟ طبعا الذي توصلوا إليه حتى اليوم هدنة، لا ليس هدنة، لأن اليوم شهدنا التصعيد خاصة في الضاحية الجنوبية لبيروت وحتى في جنوب لبنان وفي البقاع، لذلك لا يعتبر هدنة، إنما يتكل أو بالأحرى الفريقان يعملان في إيجاد هدنة خاصة الجانب اللبناني، لأن الأضرار في الداخل اللبناني كبيرة جدا في الأرض والناس والتدمير وخاصة لجهة حزب الله، بينما يمكن لإسرائيل حتى الآن لم تتكبد الخسائر الكبرى التي تدفعها إلى الموافقة على هذه الهدنة أو على هذه الاتفاقية، وخاصة وأنها وضعت سقفا لهذه الاتفاقية. وعندما جاء هوكسين بالأمس إلى بيروت أول من أمس، يبدو أنه صعد في السقف من انسحاب الجيش، من انسحاب حزب الله إلى شمال الحدود إلى شمال الليطاني، ورفع السقف إلى الحالة في كل لبنان، أي إعادة الوضع اللبناني ككل كدولة سيدة حرة مستقلة للمراقبة على الحدود الشمالية والشرقية
ومراقبة المرفأ ومراقبة المطار، أي إعادة الدولة إلى ما كانت عليه قبل هذه الأحداث كلها، وقبل أن يتسلح حزب الله. وهذا ما جاء به هوكشتاين يؤدي إلى إلغاء سلاح حزب الله، بينما سلاح حزب الله لا يزال متمسكا بسلاحه في كل تسوية لاحقة. نعم، يعني بالتالي هنا عندما نتحدث عن ضرورة أن تقوم الدولة اللبنانية بواجباتها هنا وأن تمسك بزمام الأمور، هل لدى الدولة اللبنانية ولدى الجيش اللبناني الإمكانيات الكافية حتى يتسلم هذه المهمة منذ يوم الغد؟ طبعا لا، من أجل ذلك التنفيذ يتطلب وجود لجنة مراقبة دولية، وتطالب إسرائيل زيادة على ذلك أن إذا لم يتمكن الجيش اللبناني من قمع المخالفة التي أوعزت له اللجنة، لجنة المراقبة الدولية لقمعها، إذا لم ينجح الجيش اللبناني وقتئذ يحق لإسرائيل أن تكون هذه الاتفاقية ملغاة وأن تتدخل عسكريا. هذا طبعا يؤدي إلى عدم احترام السيادة اللبنانية، ولكن مع الأسف حتى اليوم الدولة اللبنانية فقدت مصداقيتها سواء كان مع بالإقليم أو مع الأسرة الدولية. لذلك لجنة المراقبة الدولية تصر أو تتبنى الموقف الإسرائيلي لقمع هذه المخالفات، وهذا ما لا يرضى به جانب حزب الله والدولة اللبنانية. طيب، من بين الفرضيات المطروحة الآن هو أن هذه المفاوضات في الأخير قد تفشل بالكامل، وكل هذه المحاولات قد لا تأتي بنتيجة بالمرة في الأخير. يعني لنفترض أن هذا حدث، يعني ما هو مصير لبنان هنا؟ هل ما زال لبنان يمكن أن يتحمل أشهرا أخرى من الحرب المتواصلة؟ مع الأسف إذا لم نتوصل إلى اتفاق حالي مضمون من قبل الأسرة الدولية، لأن كما قلت الحكومة اللبنانية فقدت مصداقيتها منذ 6 أو 7 سنوات عندما سلمت أمرها إلى حزب الله، منذ 6 سنوات أو أكثر. لكن إذا لم نتوصل إلى اتفاق، طبعا التدمير مستمر، وقضم الأراضي في جنوب لبنان مستمر، والنزوح مستمر، والمآسي مستمرة على الشعب اللبناني. إلى متى؟ إلى أن يحين الوقت ويقول حزب الله بأنه خسر هذه المعركة عسكريا، وعليه التخلي عن سلاحه وأن يعمل في الدولة اللبنانية، في داخل الدولة اللبنانية كبقية الأحزاب، حزب سياسي لا يملك سلاح ولا يحمل سلاح ولا يهدد الدولة اللبنانية. ولكن هل تعتقد أنه مستعد لهذه النقطة بالتحديد، عذرا المقاطعة، هل تعتقد أنه مستعد ليلعب الدور السياسي البعيد عن الجانب العسكري في هذه الأثناء؟ طبعا هو غير مستعد، ولكن هو الذي يتحمل هذا التدمير وهذا النزوح وكل المآسي التي يتعرض لها الشعب اللبناني، خاصة بيئته الحاضنة التي هجرت الجنوب والضاحية، وكل مناطق سكن البيئة الحاضنة لحزب الله هجرت أماكن سكنها وتدمرت بيوتها. إلى متى يمكنه أن يتحمل ذلك؟ طبعا هو يقاتل ليس من أجل هؤلاء الناس، هو يقاتل بهؤلاء الناس، هو يقاتل خدمة للنظام الطهران، للنظام في طهران، ولا يقاتل من أجل لا خدمة بيئته ولا خدمة لبنان. يعني هناك من يقول أيضا أو يعبر عن مخاوف بشأن هذه المفاوضات الحالية بالقول أن حزب الله يمكن أن يوظفها لصالحه بشكل بأي شكل من الأشكال، بل حتى ويحول هذه المفاوضات أو أي اتفاق قادم إلى انتصار يحسب لحزب الله هنا، وبالتالي يمكن أن ينعكس على الأمر على مزيد من نفوذ حزب الله السياسي خاصة داخل لبنان هنا. ماذا تعلق على ذلك؟ وهل تعتبر هذه المخاوف مبررة يعني؟ طبعا مهما حصل سيخرج ويقول أنا انتصرت، هذا معروف لدى أحزاب من هذا النوع. إنما إذا بالفعل قبلت الأسرة الدولية وقبل المفاوض اللبناني وافق على أن ينسحب حزب الله إلى شمال الليطاني ويحتفظ بسلاحه، ساعتها منقول أنه ما بقى في دولة لبنانية، لأن تصبح الدولة اللبنانية تحت رحمة هذا الحزب المسلح، ونعود إلى العمل من جديد من أول وجديد وكأن شيئا لم يكن. كذلك إسرائيل ستصبح
لا قد لا تقبل، لأن قد يتسلح هذا الحزب بصواريخ من جديد ويطلق هذه الصواريخ ليس من جنوب الليطاني، من شمال الليطاني ومن بعلبك الهرمي، لأن الصاروخ لا حدود له. لذلك أنا أعتقد لا إسرائيل تقبل بهذا الوضع، لا تقبل، لأنها وضعت هدفا تجريد حزب الله من السلاح الثقيل في كل الساحة اللبنانية ومراقبة الحدود بواسطة اللجنة الدولية. نعم. إذا انسحب ووافقت له لجنة المراقبة الدولية على أن يحتفظ بسلاحه وبحرية الحركة، يعني أننا عدنا إلى ما قبل 27 وإلى العمل إذا بدك على تهديد إسرائيل وتهديد الدولة اللبنانية من جديد. واضح. أشكرك جزيل الشكر على المشاركة معنا في هذا النقاش من بيروت، العميد أبي قطيشة النائب السابق والقيادي في حزب القوات اللبنانية. أنا بشكرك.